ميري، لا انا بسالك انت ليه؟ مينجي، ما تقوليش بشاير الجوافه. لا لا انا قلت لك يا حبيبتي بشاير الفراوله، عشان انت بتحب اول السنه نعبيها في برطمانات ونشيلها في الفريزر. اتفضلي يا رفا، اتفضلي يا حبيبتي. شفت يا حسين؟ شفت البنت والاشكال اللي تعرفها؟ لا وايه جايبها لي في الشركه ولسه بيجري وراها؟ يا ماما انت فاهمه غلط، يا ماما والله فاهمه غلط. ما تقول حاجه يا بابا. هيقول ايه؟ هيقول ايه بابا؟ ما هو بابا شايف كل حاجه بعينيه. ما تتكلم يا حسين، ما تتكلم يا حسين. ان الله حليم ستار. والله واللي غيظني بقى بجد، اللي غيظني ابوها. ابوها الشايب العايب اللي على شفا حفره لسه بيبصبص وبيلعب بديله. يا ماما انت فاهمه غلط والله، حرام عليكي. وانت شفتي حاجه بعينيكي؟ انت كده بتظلمي الراجل. اما بعد ظن اسم. ظن ايه يا واد؟ ظن ايه؟ دي خارجه من اوضه النوم ولسه بتقولي ظن؟ تحس ايه يا واد؟ عايز تجنني ولا عايز تموت ناس عمر؟ يا ماما ضربتني هنا، ابوها وجعتني قوي. ما تتكلم يا حسين. اقول ايه؟ اخص عليه الراجل، بعد السن ده يبقى مبصبصاتي. ها؟ افرض الموقف ده حصل معانا يا اكمل، والبنت دي طالعه من اوضه نوم. اه زي ما حصل معايا. اخرس اخرس يا جزمه، اخرس. المهم حبيبتي انت تهدي خالص، اهم حاجه في الدنيا انت. تحب مزيكا بصوتك نفسك. اوعي يا حبيبتي، اهم حاجه في الدنيا اعصاب. نفترض دلوقتي لا قدر الله، لا قدر الله جالك ضغط ولا دختي ولا بتاع، هنعمل بعد الشر حبيبتي؟ هنعمل ايه من غيرك؟ نفترض انت موتك بقى وحش، انا اللي هتاذي فيها. ليه؟ لانك انت اللي بتسوقي، بتقعدين جنبك تلبسي في شجره ولا حاجه، ممكن نطلع من الحاسه عاملين كده، مفيش تجميل لينا بعد كده. لو خبطنا الخبطه دي مفيش تجميل صدقيني. طب يعني يا حسين انت شايف اللي بيحصل ده قدامك وراضي عنه؟ معلش يا حبيبتي، انت اهم حاجه تخش اوضتك تجيب لك العصير الجميل الفريش المحترم، تروح تاخد تغدى نيم على طول. لا انا مش هاخد خالص اللي انت بتديهوني ده. انا اول ما بشربه من هنا بدوخ وببقى عايزه انام. انا هخش انام لوحدي. ايوه ليه بقى؟ ليه بقى بتبقى عايزه؟ شوهد. ماشي هقول لك ليه بقى. ليه؟ لان انت بتبص في عينيا وانا عينيا مريحه بالنسبه لك رحمه، فبتروح ضربه ده نايمه على طول. اتفضل يا حبيبتي انا هجيب لك العصير. تصبح على خير يا حبيبتي. وانت في الاهل روحي نايتي. جيني دي الادب. نايتي رحمه. نايتي بلا رحمه انت يا بابا، يعني الست دي مع كل الفرعانه اللي فيها ولسه بتصدقك؟ ده انا صدقتك. لو عاوزني انيمك زيها دلوقتي على الكنبه انيمك. لا مش هنام. وما تعرفش تنيمني يا بابا. تصدق بقى ان انا هقولها على كل حاجه؟ خد شغلتنا هنا. اقف اقف بقى كده. عايز تبيعني يا اكمل؟ تبيع ابوك واخوك وصاحبك في اقرب ملف؟ عايز تبيعني؟ اخص عليك اخص يا بابا. حرام عليك اللي انت عملته مع ام منير. هتلاقي البيت بيقلب دلوقتي. انا رايح اطمن عليك. خد يلا سيبه سيبه، ده امتحان واختبار ليه. نجح بقى في دراعي في اي مشوار اروحه، اي خطه عايز اعملها اوظفه. فشل خليه يلبس، يبقى شبه ربطه التوم اللي متعلقه في البلكونه ملوش اي لازمه. ايه التشبيه ده؟ هي دي تشبيهاتي. مش عايز اعلي صوت اكتر من كده، لسه نايمه. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا عايز اسالك سؤال مهم كده، ممكن تجاوبني عليه؟ لا معلش بس انا مخنوق دلوقتي، مش هعرف اجاوب على اسئلة. سؤال بسيط وهتجاوب عليه. مش قادر اجاوب عليه. اقول لك تجاوب عليه. بابا ما تضغطش عليا. احترم ايه؟ بابا ما انت بابا كل شويه قاعد برضه بتتضايقني وما بتتكلمش، وقاعد اقول لك الكلمه ما بتتكلمش. سؤال واحد بس. ماشي. انت بتحب جميله ولا ما بتحبهاش؟ يا سلام، تروح تتمشى على كورنيش البحر وبعدين فكر وجاوب. يا اه يا لا. بصراحة بابا أنا ميال ليها. ميال؟ حلوة أوي ميال ليها دي. ميال ليها يبقى فعلا في شروع للنجاح إنك تحبها وتتجوزها، لأن جميلة دي هي الوحيدة المناسبة ليك. جميلة دي اسم على مسمى، اسمها جميلة وهي فعلا جميلة. هي دي الزوجة الصالحة الجميلة اللي تناسب أكمل ابني. ولعلمك يا أكمل، يوم ما تفكر تتجوز
لازم الزوجة تبقى جميلة. لا بابا مش شرط يعني. لا شرط. لا معاش مش شرط. وحياة أمك شرط. لا عندي صحابي قالوا لي مش شرط. لا شرط. كل صحابك دول كحوحيل. ايه مانا؟ كحوحيل. معلش مش فاهمين أي حاجة. الزوجة كده لازم تبقى منورة في البيت. لازم تبقى عاملة زي النجفة. كريستالة. تلتم كده. كده. طول ما أنت ماشي وراها عمالة تنور لك. حتى لو مصلحة الكهرباء قطعت هي منورة لوحدها. ايوه بدل ما تروح تتجوز واحده عامله زي لمبه جاز وتكبيت وتولع ده هتطلع عليك دخانه ريحتها وحشه وهتخنقك وتلعن اليوم اللي انت جيت جنب اللمبه الجاز دي وولعتها. بابا انا عايز اسالك سؤال. لا انا مش مؤهل دلوقتي. لا معلش سؤال صغير. اتفضل. انت اتجوزت ام ليه؟ تصدق بحبها؟ تصدق مش مصدق؟ لا صدق فعلا بحبها. فعلا مش راضية تخش لي جوايا دي. قول الحقيقة. ما تضغطش عليا أكتر من كده عشان ما أضعفش. طب ما تقول لي بقى الحقيقة ما بتحبهاش. خلاص ما هي دخلت جوه ما تحبهاش صح؟ نامت؟ نامت. بحبها. برضو؟ برضو. لأن عارفك فدان وهتقول لها أول ما تصحى من النوم. وغلاوتك ما هقول لها. وغلاوتك أنت أكمل. بحبها. ما أقدرش أستغنى عنها. ما أقدرش أستغنى عنها دقيقة واحدة. بس هي اللي عملت كده. والله. يعني هي اللي قالت لك روح اتعرف على بنات وتعرف على ستات يا حسين علشان أنا أبقى مبسوطة؟ عارف لو أمك عملت كده زيك كده؟ مش هحبها. عشان انت مش بتحبها واطلقها بسببك. ما بتحبهاش انت اساسا. ما تقول الحقيقه. قول الحقيقه. انا ابنك. انا قاعدين لوحدينا دلوقتي. قول الحقيقه. حياه اكمل. بحبها. بحبها يا راجل. قلت لك ما اقدرش ابعد عنها. ما اقدرش ابعد عنها في لحظه لحظه. ومع ذلك ما اقدرش اقعد معاها اكتر من 5 دقايق. على طول كلام ونقير وخناق وبترد ودايما بتمنطق الامور وتتفلسف. غير كده انها شكاكه شكاكه شكاكه. انا قلت بقى حسين خليها شك بشك. طب بابا عشان خاطر انا ما تقعدوا مع بعض وتصلحوا اللي بينكم عشان انتوا عندكم ابن. الابن ده ممكن يبقى معقد. انا بابا خلاص كرهتكم. انا فعلا بكرهكم. يعني اخد بالك من الموضوع ده؟ انا فاكر وعارف انت عايز تقول ايه. بس هقول لك حاجه. انت صعب تطلع من البيت ده لان مفيش اي حد في الدنيا يطيقك الا انا وامك. لا في ناس صحابي بيطيقوني. لا لا وبيحبوني قوي على فكره. لا لا مش عايز منك حاجه ومحدش يتكلم معايا. سيبوني في حيالي. مش عايز حد. انا تعالى ما اقدرش استغنى عنك يا غبي. عارف ليه؟ عشان بحبك يا اكمل. زي ماما؟ لا يا حبيبي. مين انت هتنام ولا لا؟ قوم نام جنب امك. جنب مين؟ امك. قوم يلا يلا. ماشي تاخد. يلا ماشي يا بابا. افرش كبرتك كده وقعد تحت رجليها. يلا يلا يلا. نايت يا اكمل. منير طلعني طلعني. ماما ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ اول مره اكتشف ان انا مش بتخان بس. لا ده انا كمان مغفله. وحياتك عندي. انت فاهماني غلط. فاهمك غلط ازاي؟ ده الجريمه في ايدي اهي اهي. بص بص مدملكه ازاي. لا وقرسي دي كلها كيرفز. حتى حمره شفايفها ملطشه. انا ماليش علاقه بحكايه الكيرفز والدملكه والعرسيه دي خالص. ما بفهمش فيهم. ولا بحمره شفايفها ولا بحمره شفايفها ولا بالكيرفز ولا اي حاجه خالص. انت بتقولي كلام ما مش فاهمه. انت راجل كذاب. انت راجل كذاب. انا مش هرتاح ولا هداني جيب. يا بت غير لما اجيب رقبتك كده زي الخروف عشان اخلص منك. يا انت ده انت مسحوك يا ماما. يا ماما مسحوك. انت بتعملي ايه ده يا ماما؟ انت
طب نسمعه. طيب نسمعه يمكن يكون في نسمعه حاجة. هيكون نقول ايه ولا ما يهبب ايه؟ بقول لك يا بنتي جايباها من على السرير، جايباها من على السرير ولابسه كمان احمر، لابسه احمر يا شيخه اختشي، وحاطه كمان روج احمر. يا 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 بجحتك يا اخي. على السرير يا بابا؟ كنت هدخلها على السرير ازاي بس؟ وبعدين موضوع هدومها ده، يعني انا كنت دخلت الدولاب عشان انقي الهدوم اللي هتلبسها. يا مدام حضرتك فاهمه غلط. ايه ده؟ انت ايه اللي موقفك هنا دلوقتي؟ ده حوار عائلي خاص جدا. ايه اللي موقفك هنا؟ بتسمعي ايه؟ ما حضرتك الاستاذ لسه ما دفعش الحساب. انت كمان ما بتدفعش يا مدام؟ مش يا مدام مش كده، ما تتلمي بقى انت كمان يا مدام. انا خبيره مساج، والاستاذ منير كان اتصل بالمركز اللي انا شغاله فيه، وكان طالب واحده خبيره مساج تيجي تعمل مساج للمدام بتاعته. يا ماما حطينا، كنت عايزه اقول لك من بدري بس انتي مش عايزه تسمعيني. انا فاهمه. بابا لما عرف انتي ظهرك قافش وكده طلب مني تليفون خبيره مساج، فوبعدين اديت له رقم تليفون واداها رقم تليفوني لمنال وجات لي المكتب. صح يا بابا؟ صح يا حبيبه بابا. حتى انتي سمعتي مدام رحمه لما قالت ان هي شافتها عندي في المكتب، بس لما جات لي انا بقى كان عندي شغل كتير قوي ما عرفتش اجي معاها، فبعتها مع السواق. صح يا بابا؟ صح يا حبيبه بابا. وعين الصح ومخ الصح وقلب الصح كمان. ايوه يا ماما. وبعدين بقى ايه، فهي لما جت البيت هنا انت ما كنتيش موجوده. صح يا بابا؟ صح والله يا حبيبه بابا. اوكي. ايه اللي دخلها بقى اوضه النوم وقعدها على السرير وشلفط شفايفها كده؟ انا هقول لك، انا حسيت ان انا ظهري قافش عليا من وقفه المواعين طول النهار، فقلت لها تعمل لي مساج بالمره. اوكي، انا هعتبر نفسي سفنجه وهمتص كل الاكاذيب دي. يعني دي بتاعت مساج؟ بتاعت مساج. اوكي، انت بتاعت مساج صح؟ ايوه. وبتعملي مساج؟ ايوه. طب اوكي، اتفضلي بقى جوه عشان تعملي لي مساج. هتعرفي تعملي مساج بالفستان الاحمر الحلو ده؟ طبعا هعرف. يعني هتعرفي تبقي مرتاحه وانت بتعملي مساج؟ ايوه. بالكعب ده؟ ادي البحر وادي البحار. اتفضلي اعملي لي مساج. اتفضلي اتفضلي. مساج. كمولة حبيبي. عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه، مش هتنزل تتغدى مع جميلة ولا ايه؟ لا. طب ليه؟ مش عايز، ولا عايز اشوف جميلة ولا عايز اتغدى، مش جعان اساسا. انا قاعد مع نفسي كده شويه بفكر. طب ما نفكر مع بعض حبيبي. تفكر في ايه؟ اقول لك الصراحه بابا، قول بصراحه كده، انا لو اتجوزت جميله دي هيحصل مشاكل كتير، هتضايقني، هتعصبني، هتقعد تعمل حاجات زي ما انتوا بتقولوا كده، هقتلها يا هتقتلني يا هيحصل جريمه، وعايش كئيب طول حياتي. الله الله. طب وليه؟ ليه تبهدل نفسك وتسجن والكلام ده؟ ما تتجوز بعيد، انت لازم تعيش في البيت هنا. يعني اعمل ايه؟ انا اسافر انجلترا مثلا؟ وماما، ما هي ماما قالت لي لازم تقعد معايا. انت لازم تسمع كلام ماما. طبعا لازم اسمع كلام ماما. يا عم اعمل اللي في دماغك. يعني ايه يا بابا؟ عشان ما يتقال عليا انا بقى انا ما بسمعش كلام امي، واخش بقى في ان انا ما برضيش امي. يا بابا ماما هتزعل. اساسا امك اسمها زعلانه، مش اسمهاش رحمه خالص. اعمل اللي انت عاوزه يا بابا. يا بابا انا لو عملت اللي انا عايزه ماما برضو هتتضايق، وتضايق جميلة، وماما وجميلة هيضايقوني، وانا اللي هفضل متضايق في الاخر. ماما مش متضايقة من جميلة ولا متضايقة من اي حد في الدنيا. ماما اساسا واخدة موقف من الجواز، ابنها يتجوز ده يموتها، حتى لو رحت اتجوزت منى وريشيما. طب بتقول يا بابا؟ يعني انا هتجوز منى وريشيما برضو ماما هتتضايق؟ طب جرب. مش امك بتعشق منى وريشيما وبنت اختها وبتحبها؟ خليها تتجوزك بس، هتاخد موقف منك ومن منى نفسها. يبقى مش امي بقى؟ يبقى الست دي كده مش امي ولا اكمل. عايز اسالك سؤال. ايه؟ انت عايز تتجوز ولا لا؟ يعني ايه؟ بقول لك ايه، بطل استعباط ولف ودور عليا. ايه يعني ايه؟ عاوز تتجوز ولا لا؟ عايز الصراحه. ايوه كده. صحاب؟ صحاب. بصراحه انا حاسس ان انا مرتاح قوي دلوقتي. ايوه كده. وبعدين يعني يا بابا ما حدش بيراقبني بقى، ولا حد يقول لي رايح فين ولا جاي منين ولا بتتكلم مين. ايه ده؟ انت كنت على الواتس دلوقتي؟ انت مش عارف ايه؟ وتقعد بقى تغيظ في نفسها وتتضايق وتفكر ازاي تدمرني نفسيا. ما انا عارف، ما انا عارفهم يا بابا. يعني عادي يا بابا، انا ممكن دلوقتي اسافر.
انزل اخرج اروح اتعشى بره في اي حته في اي مكان، ما حدش يقول لي انت رايح فين وجاي منين. لما الجوازه هيقيدني يعني بصراحه، يعني كل المتجوزين مكشرين على طول. عمو شوفهم كده متجوز قوي. طبعا عندنا نماذج كتير يعني. احترم نفسك وكمل. فبصراحه انا مش عايز احط نفسي في الموقف ده. بابا احنا مره كنا قاعدين على كافيه انا والشله صحاب ماشي تمام، وفجاه واحد صاحبنا راح قال مراتي مراتي. قلنا له في ايه؟ خير؟ حصل لها ايه؟ قال لنا دي بتتصل. قلنا له بتتصل تهبل، طب ما ترد. قال لنا رد ايه؟ انا لسه سايبها، انا لسه سايبها، هي عايزه مني ايه؟ عايزه مني ايه؟ وقعد يعمل كده. انا طبعا الموقف بالنسبه لي غريب جدا. وقف ايه يا عم؟ رد عادي. قال لي طب اسكتوا اسكتوا، احنا كلنا رجاله، طب عادي يعني، ما احنا اصحابه يعني. فجاه بابا راح جاي رد على يا حبيبتي يا حبيبتي وحشتيني قوي، بص وشه عامل ازاي وبيقول ايه، يا حبيبتي وحشتيني قوي، والحاجات غير اللي هو بيقولها على وشه حاجه تانيه ماشي. وراح قال له حاضر حاضر 47 حاضر ابو، انا نفسي اسمع الست كانت بتقول ايه. حاضر حاضر حاضر، قفل وهو بيقول حاضر حاضر، وقعد الشندك راح ضرب كوبايه الشاي بايده وقعد يقول حاضر حاضر حاضر. والناس كلها طبعا بابا انا ما تصورتش هو في ايه؟ قالوا لي لا ده هو بس ايه كل يوم بيحصل له الحاله دي لما مراته بتكلمه بس. ليه انا يحصل لي كده ليه؟ لا يا حصل لي اكتر من كده كتير قوي. انا مره نطيت من الرابع علشان مكالمه من امك، فجاه لقيتني نازل مع المواسير ويا ما جريت في الشارع وفي مخبرين جري ورايا، وبقيت كل واحد ابص وراها احس ان امك بعتهولي. عادي جدا ما تقلقش من الحركه دي. طب الجواز حرام كده بقى ولا؟ استغفر الله العظيم يا رب. بص يا اكمل، الناس اللي قاعدين معاك على القهوه دول يا ابني قاعدين عمالين يشتكوا ويعيطوا، واللي بيخبط كوبايه ميه واللي بيطلع ريم من بقه، والرياكشنات والحركات والبهلونات اللي انت قلتها دي كلها، وقولوا ان احنا كفرانين وتعبانين ومش عاوزين نرجع بيتنا تاني. ومع ذلك بعد 3 ساعات قعدوا على القهوه بيروح البيت اساسا اللي هو بيكرهه وبيشتكوا منه. بيروح البيت ليه طالما كرهه؟ طالما مخنوق منه بيروح البيت ليه؟ ما عادي يا بابا، كلهم بيقولوا عشان خاطر الاولاد، لازم لازم برضه عشان خاطر الاولاد. دي حجه واهيه. طب ما هو بعد ما مراته بتموت او بيطلقها بيروح يدور على عروسه تانيه وست تانيه تعيش معاه. بيدور عروسه تانيه ليه؟ طالما هو كاره اساسا التجربه الاولانيه. تصدق صح؟ ان انا عمري في حياتي ما فكرت في الموضوع ده. شفت بقى؟ ولا يمكن بابا علشان يتاكد انه هيتخانق تاني برضه؟ لا. بص يا اكمل، الرجاله دول 3 انواع. النوع الاولاني طالع عين اهله، والنوع التاني طالع عين اهله، والنوع التالت بقى طالع عين اهله. ده بقى اللي غيرهم هو. الاولاني طالع عين اهله وما بيقولش خالص انه طالع عين اهله، داري علشان معدك تقيد، خلي مشكلتك في بطنك يا دي واسكت. النوع التاني طالع عين اهله بس بيكابر وعامل عنتر وما بيقولش انه طالع عين اهله. ليه؟ عشان ما يتعايرش من صحابه اللي على القهوه. قول له لا، الراجل اللي طالع عين اهله هناك اهو، الراجل اللي طالع، ويفضلوا يتريقوا عليه ويهرجوا عليه. التالت بقى ما عندوش نفس ولا في نفس يقول طالع عين اهله. طب انت بابا؟ انا مختلف تماما يا ابني، انا طالع التلاتة عين اهلي. يعني انت بقى بابا والمتجوزين بقى ليه عايزين تطلعوا عين اهلي؟ اكمل ممكن تسيبني امشي بقى، لانك انت فعلا طلعت عين اهلي. ياه ياه، ايه ده؟ شوية مساج انما ايه؟ ظبطولي ظهري. شفت بقى انك كنت ظلماني؟ انا زعلان ومتضايق. معلش انا اسفة يا منير، معلش. لا اسفة وحقك عليا، كل مرة تغلطي وتقولي لي انا اسفة، انا عاوز حقي. بص بقى، بعد حبة المساج الحلوين انا عملتهم دول، اي حاجة هتطلبها مني انا تحت امرك، هعملها لك. خلاص، شغل البيت لمدة اسبوع انت اللي هتعمليه. لا كله اللي شغل البيت يا منير، انا ما اعرفش اشتغل في البيت لوحدي، انا طول عمري متعوده ان انت بتعمل لي. لا شغل البيت هتعمليه
والمطبخ ومواعين المطبخ لمدة أسبوع برضو أنت اللي هتعمليها. ما أقدرش أعمل مواعين، لأ إيديا ضوافري. لا في جوانتيات جوه أنا جايبهم الأسبوع اللي فات، أمال أنا محافظ على الصوابع ليه؟ طب أنت رايح فين دلوقتي؟ مالكيش دعوة، أنا رايح الكافيه، هقعد مع أصحاب الرجالة ونتكلم على الستات. كافيه؟ انت اول مره في حياتك تقولي موضوع الكافيه. هي وصلت للكافيه يا منير؟ بقول لك ايه، انا جعان وحاسس ان انا هفتن النهارده، محتاجه كل لقمه كويسه كده ترم عظمي. اعملي لي صينيه رقاق، وتعملي لي صينيه مكرونه بالبشاميل، وتعملي لي نجرسكو وكانيلوني، وحتتين ستيك وحتتين بانيه. ازاي الستيك مع البانيه؟ مالكيش دعوه انت، انا عايز اكل ستيك وبانيه خلاص. ما فيش ما خالص. وبعدين الحلو بقى، عاوز اكل حاجه عشان انا السكر هابط عندي شويه النهارده. عايز اكل ام علي، وتعملي لي صوابع زينب، ومهلبيه، ايوه، وبسبوسه بالقشطه. حاجات ايه كلها مؤنثه، بسبوسه بالقشطه كده هتعلي السكر عندك، هيجيلك غيبوبه سكر. انا عايز اعيش في غيبوبه شويه، انا طول عمري فايق. خدت ايه؟ وبعدين عايزك تعملي لي كام سلطانيه رز بلبن، مهلبية، كاسترد، فروت سلات، وتكتري الموز. اوكي كفاية كده، بكرة بقى. لا مفيش بكرة، النهاردة. عارفة النازي؟ النازي، انا هعيشك في العصر النازي. انا رايح فين؟ النازي. لا رايح الكافيه. هقعد مع مين؟ مع الكافيه، مع اصحاب الرجالة. طب مين هيخلي القرنبيط؟ بقولك انت اللي هتخليليه، عشان تشوفي بقى أرنبيتك من أرنبيتي. أرنبيتك أحلى. اللي أرنبيتك يا منير؟ تعالي هنا، عايزاكي. أمك كانت هتموتني. هو سؤال هسأله لك وتجاوب عليا بصراحة. على فكرة أنا تعبت ومش هعمل أي حاجة تاني خلاص. لا لا لا، ملوش علاقة باللي أنت هتعمليه. هو سؤال واحد، هتجاوبيني عليه ولا مش هتجاوبيني عليه؟ اتفضلي اقعدي. أنت تعرفي أكمل؟ آه ولا لأ؟ آه أعرفه كويس قوي كمان. إنك الكذاب. في إيه بس مالك؟ بفهمني إنه مش بتاع بنات، ولا إيه مستقيم؟ ما هو فعلا كده. لا يا شيخ، وانت ان شاء الله علاقتك بيه ايه؟ بتاخديه لمولاتي بيع سبح؟ انت مش فاهمه، بابا من سنه معرفني عليه عشان قلع حلاقه بس. ايه؟ زي ما بقول لك كده، لحد دلوقتي بيتكسف يقعد جنبي. هو من سنه لحد دلوقتي ولسه ما تلحلحش؟ هيكون الواد ده في حاجه غلط. لا لا ما تقلقيش، هو بس كل الحكايه ان هو مش عايز يرتبط بواحده الا لما يكون بيحبها. بجد؟ بجد. انت هتكلم علي حلاوه يا بنت انت؟ يعني ايه يعني ابوه عرفه عليكي علشان تلحلحيه؟ ده كلام يدخل العقل. اصل انت مش فاهمه، اصل هو والده مصمم انه يتجوزوا البنت اللي على مزاجه مش اللي على مزاج مامته، وطبعا ده مش هيحصل طول ما مامته مسيطره عليه. فهمتي؟ ممكن برضو. عندك حق. بتفكري في ايه؟ احكي عن اكمل. انت تعرفيه بقالك سنه، يعني اكيد تعرفي عنه حاجات كتير. انا ما اعرفش عنه اي حاجه. تخيلي المكان الوحيد اللي احنا بقالنا سنه بنخرج فيه فين؟ فين؟ جنينة الحيوانات. أيوة حاضر حاضر. قاعدين بقى منير. مساء الخير يا باشا. يا مساء الفل، يا مساء الفل، داخل وفارد جناحاتك. أنا مبسوط جدا. طبعا لازم تتبسط. قول لي خلعت من الموضوع بقى ازاي؟ خلعت ازاي؟ زي الشعره من العجين. يا واد برافو عليك يا منير، انت بتستوعب بشكل غريب. قول لي هدى فين؟ هدى هناك في المطبخ بتغسل المواعين. بتغسل المواعين؟